رسمياً النصر العالمي يتأهل إلى دوري أبطال آسيا بعد الفوز على شباب الأهلي بنتيجة 4-2 في مباراة دراماتيكية بدأها النصر بهدف تاليسكا. بعد هيك على طول شباب الأهلي ردوا الصاع بصاعين وسجلوا هدف التعادل، وبداية الشوط الثاني سجلوا هدف التقدم من أول دقيقة. شباب الأهلي بعد هيك تراجعوا نوعاً ما واعتمدوا على المرتدات. النصر تقدم بشكل كبير حتى الدقيقة 88، استطاع الفنان سلطان الغنامة انه يسجل هدف التعادل بالوقت بدل الضائع. سجل النصر هدفين ليحسم المباراة لصالحه ويتأهل رسميا الى دوري ابطال اسيا. هناك علامة استفهام كانت في هذه المباراة على خط دفاع النصر، سيء للغاية للامانة، ويحتاج ترتيب اوراق دفاع النصر ضروري من اجل المنافسة على البطولات التي يشارك فيها النصر بعد الصفقات الكبيرة. اكيد النصر الان يحتاج لتعزيز خط الدفاع بشكل كبير وتنظيمه وترتيب اوراقه. وايضا حكم المباراة كان سيء للغاية في الشوط الاول، الغى ركلتين جزاء لصالح النصر، وايضا في الشوط الثاني ركلة جزاء الغاها لنادي النصر مع الاسف الشديد. ولا ننسى تقنية الفار، كيف لا يوجد في مثل هذه المباريات تقنية فار؟ ألف مبروك لجمهور النصر العالمي يلي انتصر بالنهاية وتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنسخة القادمة بشكل رسمي. تحياتي لكم.